السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم. حلقة النهاردة إن شاء الله هتدور عن البروتون بامب انهبيتور، أو العلاجات المستخدمة في علاج قرحة المعدة. في ناس كتيرة بتيجي الصيدليات وبتقرر من نفسها علاجات المعدة أو لعلاج قرحة المعدة، وبالأخص الناس الكبيرة في السن بيستخدموا علاجات كتير، فالأطباء بيكتبوا لهم علاجات لحماية المعدة من الأدوية الكتيرة دي. وأمثلة برضو الناس اللي بتعاني من أمراض عظام مستمر، الروماتويد، التهابات في المفاصل المستمرة، خشونة في المفاصل، فممكن هم بيكتب لهم علاجات لحماية المعدة اللي هي من عائلة البروتون بامب انهبيتورز. ودي شائعة الاستعمال في جمهورية مصر العربية وفي الوطن العربي كله. اللي بنشوفه ان الناس بتقرر الادوية دي من نفسها، يعني المفترض ان الادوية بتبقى محطوطة بجرعات معينة لفترات معينة، مش ان المريض يفضل يقررها من نفسه. طبعا هو المريض بيبقى معتقد ان الدواء هو بياخد الادوية التانية اللي بتعمل التهاب في المعدة، فهياخد الادوية اللي هتعمل له حماية من المعدة، فكده الدنيا هتبقى مفيش مشكلة خالص. لا، الادوية البروتون بامب انهبيتورز بالاستعمال الطويل وبجرعات عالية دي بتؤدي لهشاشة عظام وبالتالي حدوث كسور مع المرضى. فطبعا لو المريض هيكون وفي حاجة كمان، الأدوية دي ممكن تعمل ماسكينج للكانسر اللي موجود في الاستومك، يعني بمعنى آخر بتعمل لنا زي غطاء أو حاجب أو حاجز إن احنا نعرف إن المريض دوت ممكن يكون عنده كانسر أو سرطان في المعدة. طيب الناس بقى اللي هتستعمل البروتون بامب انهبيتورز دول، المفترض ان هم بيمشوا على كالسيوم وفيتامين دي 3 عشان يقلل لهم المشاكل بتاعه العظام اللي هي كسور او هشاشه العظام اللي بتحصل نتيجه استعمال البروتون بامب انهبيتورز. كمان المفترض ان هم لو هيمشوا عليها فتره طويله، المفترض ان هم بيعملوا منظار من حين لاخر، يعني مثلا كل فتره عشان نعرف ان برضو، او تحاليل معينه عشان نعرف ان مفيش كانسر في المعده. وبالتالي المفترض الناس اللي هتستعمل ادويه البروتون بامب انهبيتورز بصوره كتيره او صوره مزمنه او طويله، المفترض بترجع للطبيب المختص، مش ان هي تقرر الدواء من نفسها. وعشان نستعمل البروتون بامب انهبيتورز من الاساس المفترض ان احنا بنوصف اقل جرعات لاقل فتره ممكنه، يعني البروتون بامب انهبيتورز المفترض ان هي بتتوصف لعلاجات قرحه المعده او التهابات الاثنى عشر. فلو هي لعلاجات قرحه المعده بتاخد تقريبا شهر، من 14 يوم لحد شهر. لو هي لعلاجات التهابات الاثنى عشر ممكن نستعملها لمدة 3 شهور، او تستعمل لمدة 3 شهور، مش ازيد من كده. فكون ان هي هتستعمل ازيد من الفترات دي يبقى لازم تحت investigation of the doctors، او تحت متابعة الدكتور، مش اننا نستخدمها لوحدنا. وفي النهاية اتمنى ان انتوا تكونوا قضيتوا وقت مفيد وسعيد، وصلي على الحبيب القلب يطيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.